بجدد الترحيب بحضراتكم. يعني اكيد قبل الفاصل كنت بتكلم على ضيفي اللي هيكون معايا في الفقره، دكتور عمرو ابو المجد، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وواحد من مكتشفين المواهب في مصر. منهم كنت انا، يعني لو كنت موهبه بس موهبه بسيطه كده، واحد من الناس الاعزاء على قلبي، واحد من الناس اللي فعلا يعني حطوا بصمه في قطاعات الناشئين وكره القدم المصريه بشكل كبير من خلال طبعا تواجده في فترات، وحاليا طبعا كرئيس قطاع ناشئين النادي الاهلي بطمن انا لما بيبقى موجود دكتور عمرو ابو المجد في اي مكان يكون خاص بكره القدم. دكتور عمرو، برحب بحضرتك في قناه الاهلي. اهلا بيك يا كابتن فاروق، انت فعلا كنت من اللعيبه الموهوبه اللي لفت نظري في اول مباراه. اول مباراه كم سنه بقى كابتن؟ يعني شوف، كان عندي 12 سنه او 13 سنه كده. كان عندك 12 سنه صح. وجبناك على طول، يعني من تاني يوم قررنا ان احنا نجيبك، وكان الكابتن عدلي القيعي صحيح كلمته في النادي، وفعلا راح تفاوض وجابك على طول ولعبت على طول. دكتور عمرو منور طبعا، ويعني خلينا نبتدي طبعا. وجود حضرتك في اي مكان هو بيطمن بشكل كبير اي مسؤول على الشكل. لو احنا هنتكلم على قطاع الناشئين، على مستقبل الناشئين في النادي الاهلي، يعني حضرتك اكيد وجودك مره ثانيه في النادي الاهلي من خلال هذا القطاع بتبقى في ليك خطط واستراتيجيات، واكيد بتواجهك بعض المشاكل. يعني احب برضو اتعرف على حضرتك من خلال وجودك معانا هنا، ايه الشكل اللي هيبقى فيه قطاع ناشئين المره الفرعيه؟ هو انا احب اقول ان احنا شغلنا في النادي الاهلي هو استكمال للاخوه الاعزاء الافاضل اللي قبل كده طبعا. كله اشتغل وكله كافح وكله اشتغل على قد موهبته في التدريب او الاداره. نمرة اتنين، انا ما بقومش بالعمل لوحدي، انا معايا مجموعة كبيرة طبعاً جدا من الناس اللي هي بتساعد، يعني مثلا معايا الكابتن خالد جدالله، وده نجم مصر، والراجل اللي لغاية دلوقتي ما خدش فرصته كاملة، راجل محترم، راجل فاهم طبعاً. راجل معايا الكابتن محمود صالح كان ماسك قبل كده وله خبرات كبيرة، معايا الكابتن اكرامي، معايا مجموعة من الاداريين، معايا مجموعة من المدربين. الحقيقة كل هذه العناصر مكتملة مع بعض بتحقق هذا الانجاز صحيح. وليس عبر ابو المجد الواحد. طب خليني بس اكمل قبل ما اكمل كلام حضرتك، يعني ابرز المشاكل اللي ممكن كنت واجهتها اول ما توليت المهمه، عشان اخش بس المشكله الاول بعد كده حلها، وان انت حطيت الاستراتيجيه الخاصه بتاعتك. هو كلامنا مش تقطيع في حد او بتاع، ولكن احنا واجهنا مشاكل اساسيه وكثيره. نمره واحد، ان الروح قلت كتير جدا في الفرق، ودي اللي تهمني. روح ولا روح وانتماء يا كابتن ولا لا؟ الانتماء موجود، انما الروح بتلاقي اللعيب مثلا كان بيؤدي بعدم الحماسة، بيدخل فيه جول عادي جدا، بيخرج من المباراة لو النتيجة كانت سلبية. مش دي الانطباعات بتاعت لاعبين النادي الأهلي. فأنا دي الحقيقة اللي قلقتني جدا، واعتبرت إن أنا لو رجعت الروح دي كلها لكل الفرق في سنة كاملة أنا كسبت كل حاجة طبعا. لأن مع الروح هتقدر أي تخطيط أو أي استراتيجية تحطها تنجح صحيح. من غير روح مهما تعمل ومهما تجيب اعتى المدربين واعتى الناس اللي هي بتقدر تستطيع قياده هذا القطاع، مش هتقدر تعمل حاجه. فدي الحمد لله قدرنا نصل الى درجه كبيره جدا في فرق كثيره منها، وما زال هناك متبقي بعض الفرق، واحنا ان شاء الله على نهايه السنه نكون قضينا على الحته دي ان شاء الله. نمره اتنين، العمليه الاداريه، كان وجود بعض الاداريين مش على الكفاءة المطلوبة اللي تنفذ المنظومة الاحترافية اللي انت هتحطها. وبالتالي ابتدينا نغير جزء من الإداريين. أيضا الاستراحة، استراحة النادي، المفروض استراحة النادي دي بتضم أفضل اللاعبين على مستوى الفرقة كلها، وما يدخلهاش إلا اللاعب الموهوب الأساسي اللي يقدر تتوقع له إنه يوصل الفريق الأول. بالعكس، أنا لقيت في 86 مثلا لاعب في الاستراحة. الاستراحة دلوقتي فيها 42، معنى كده ان 50% من اللي كانوا موجودين كانوا موجودين بطريقة تانية. صحيح. عملية الاستراحة نفسها وتطويرها ودخول بعض الأمور اللي فيها، زي مثلا قاعة استقبال، قاعة طعام، مطعم معمول دلوقتي، كل هذه الأمور اتغيرت بشكل جد. الملاعب، أنا لقيت الملاعب يعني حالها وحش جدا الوقت هتفرج الملاعب. الملاعب من احسن ملاعب اقول لك الشرق الاوسط، يعني في ملعب للمباريات ما بتنزلش اللي في المباريات، في ثلاث ملاعب للتدريب ما شاء الله 10 على 10، وبنحاول ان احنا نحافظ عليها. ايضا عمليه التدعيم، النادي الاهلي طول عمره بيلعب ويدعم،
بيلعب ماتشات ويدعم، بيجي اخر السنه الفرقه اللي فيها 11 اساسي بيدخل لها عنصرين من بره احسن من اللي موجودين. جميل. في ظرف 6 سنين 7 سنين يبقوا 6 عناصر. هذه العناصر مع العناصر الاخرى المميزه هي دي اللي تقدر تحقق لك نتيجه المنظومه. عمليه التحاليل الطبيه برضو كان فيها تقصير شويه، ابتدينا دلوقتي نعمل التحاليل ولكل اللعيبه عشان بتعلموا لنا كابتن في اللاينسز بتاعتنا. هو ده بتعمله حضرتك ده. عمليه التطبيق نفسه كابتن بيبقى صعب في انديه ثانيه، لكن صعب جدا. احنا بنستغل اسم النادي الاهلي وامكانيات الاهلي ومؤازره مجلس الاداره واقف جنبك وقفه كويسه جدا. جميل جدا. عمليه تحليل المباريات، انت رايح تلعب مثلا مع نادي من الانديه انت مش عارفه لسه في الاول، هتلعب ايه؟ هتتكلم على فريقك بس. فاحنا عاملين استمارة التحليل، في مدرب من المدربين بيروح يحلل الفرقتين اللي بيلعبوا وبيجيبها لك، بحيث انت بتحط بحضرتك بتحط نتيجة التدريب في الاسبوع كله على هذا الامر. عمليه احنا عملنا حاجه قبل ما اكمل بس يا دكتور، خلينا بس نطمن جمهورنا، ده اتوبيس الفريق متجه لمدينه سوسه ان شاء الله طبعا المبيت وبدايه التمرين هناك والمباراه ان شاء الله يا دكتور بقى امر الله هاخد رايك فيها ان شاء الله وكلام حضرتك طبعا وتوقعك للمباراه القادمه. اتفضل ان شاء الله. عمليه التواصل مع الاكاديميات بتاعت النادي الاهلي. تمام. الاكاديميه دي موجوده ليه؟ موجوده عشان تبقى المفرخ الاول للفريق. صحيح. فكان الـ 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 الخط الواصل بين الاكاديميات والقطاع يعني ضعيف جدا. ضعيف. الوقت الكابتن ابراهيم عبد الصمد ماسك الاكاديميات، احنا وكابتن ابراهيم برضه كابتن ابراهيم يعني قبل ما اروح من مكتشف المواهب برضه. ده كابتن ابراهيم ده هايل، ده انا بحبه جدا ومن الناس الناس المميزه جدا واللي بتعطي للنادي الاهلي وبتعطي بسخاء وروحه عاليه جدا. صحيح. فعملنا دويتو مع بعض لدرجه ان احنا عملنا حاجه كويسه قوي. حاجتين، الحاجه الاولى ان احنا خدنا 8 مدربين من اللي عنده بيساعدوا في القطاع. ليه؟ عشان المدربين دول احتمال السنه الجايه نعوز 3 4 منهم، يبقى احنا شفناهم وخدوا خبره ناخد احسنهم. نمره 2، انت لما بتيجي تعمل الفرق بتاعتك خاصه في المدرسه بتسجل مثلا 30 لاعب، بيبقى عندك 10 لعيبه ثانيه غير ال 30 بين البنين. ممكن دول لو راحوا نادي ثاني ممكن واحد فيهم يظهر يقول لك ده مشوا فلان عملوا فلان. فاحنا السنه دي عملنا حاجه جميله قوي، خدنا العشرات دول من كل فرقه، والكابتن ابراهيم جاب 20 واحد من الاكاديميه اللي هم كل سن اعلى ناس، وعملنا فرقه واشتركنا في دوري بيه. دوري بيه يعني هيلعب تنافسي، مباريات تنافسيه. جميل. هيبقى تحت عينينا، يبقى احنا التفريخ بقى مش الاختبارات بتاعت النادي بس، قبلها الاكاديميه. هنشوف ال 20 واحد اللي عنده احسن 20، وهنشوف ال 10 اللي نزلوا عندنا، ولو خدنا منهم 2 3 يبقى حاجه كويسه جدا ونقدر ندعم. وفي نفس الوقت هي نجاح للاكاديميات، انك بتبقى عندك المصداقيه من خلال اللاعبين اللي بيبقوا موجودين في القطاع. بالظبط. اولياء الامور برضو اللي بيشتركوا. يبقى اي ولي امر بيشارك في الاكاديميه مش بيشارك يدفع فلوس بس. صحيح. زي ما بنسمع، لا ده بيشارك. مزبوط. وبيلعب ماتشات، واذا كان كويس بينضم للقطاع، إذا كان في القطاع كويس بيمثل. حلو عملية الرابط دي، هايلة طبعا. دي جميلة جدا طبعًا. وفي تعاون كامل مع الكابتن إبراهيم. الحمد لله قدرنا نعمل الحاجات دي كلها في بنسبة مثلا 60 65%. عملية الدعم. الدعم بقى أنت لا يمكن تكسب مسابقات إلا بلعيبة كويسة. صحيح. بمدرب كويس، بإداري كويس. إحنا المدربين ابتدينا من الأسبوع الجاي هنعمل بقى محاضرات تطوير وهنعمل كده. طب انا عايز اتكلم في النقطه دي يا دكتور، يمكن عشان برضه نطمن الناس على قطاع الناشئين واختيار المدربين بالنسبه ليه، ودي كانت اكيد بالنسبه لحضرتك كانت اول مشكله بتواجهها، ان بيبقى في مدربين بيمشوا مدربين بيجوا. اختيار كالدكتور عمر ابو المجد بالنسبه للمدربين كان على اساس ايه؟ بص، انا ما اخترتش مدربين بنسبه 100% السنه دي. تمام. ولا اداريين ولا اي حد بالجهاز. انا اخترت بنسبه معينه لان كان في لجنه كوره، لجنه الكوره كانت عامله حاجتين بالنسبه لبعض المدربين، بالنسبه للسياسه او الاستراتيجيه اللي لما نزلنا على الطبيعه لقيناها مش مناسبه وغيرناها، كانت في استراتيجيه دمج الفرق. قال لك هندمج عشان نخفض ونعمل وبتاع، قلنا ماشي دي استراتيجيه النادي هنمشي عليها. تمام. فابتدينا ندمج فرق. لما جيت نزلت على الطبيعه وشفت، انا من طبيعتي ما مشيش لعيب الا ما اشوفه. تمام. حتى لو عنده 3 سنين. ابتديت بدأنا بالولاد الصغير المدارس، وجينا على فريق 2004. 2004 ده كان مدموج مع 2003. بصيت لقيت فيه حوالي 35 40 لاعب من 2004 على اعلى مستوى. فطبعا
ده الجيم بقى والشكل حتى اللي بيتمرن فيه قطاع الناشئين. ده جيم خاص بقطاع الناشئين دخلنا فيه التدريبات، وفي دي وحده قياسات جديده جدا هايله دي. انا نسبه الدهون وكل حاجه تتخيله موجود. وفي واحد متخصص الدكتور الدكروري، ده رئيس قسم التربيه الرياضيه في المانيا، وبيبات مع اللعيبه في الاستراحه. جميل. وبيعمل تدريبات فرديه بالليل مع اللعيبه المميزه بالنسبه للجيم. جميل. باتفاق مع المدير الفني بتاعهم. جميل. يعني مهما اقول لك ان في استراتيجيات زي ما انت شايف على اعلى مستوى، واحنا فكرنا حتى في الاستراتيجيه ايه الهدف من قطاع الناشئين. وجدنا ان في السابق كنا بنقول نغذي الفريق الاول. طب دلوقتي الفريق الاول بيشتري لعيبه، فاصبحت الفرصه ضيقه. ده الهدف موجود. صحيح. ولكن نفكر بقى بره الصندوق شويه. في جزء الفريق الاول ياخد بيه، الجزء الثاني يروح فين؟ لازم يبقى في احتراف في اوروبا. من دلوقتي هنعمل معايشه بحيث كل سنه في اتصالات دلوقتي بانديه اوروبيه يطلع يقعد 20 يوم 25 يعني يوم. يعني كلام حضرتك يا دكتور كرئيس قطاع ناشئين مع المهندس محمود صغير ولجنه الكوره، حته اللاعبين الصغيرين اللي ما عندهمش فرصه ان يبقوا في الفريق الاول ان هم يحترفوا. أيوة. يعني برضو ناس كتير قالت لك طب احمد حمدي ليه ما مشيش؟ المقابل المادي ضعيف، ولكن كانت فرصه لو حتى الاعاره. هو طبعا الاستراتيجيه والسياسه اللي المفروض تتوضع لقطاع الناشئين مع الاحتراف والحاجات دي لسه لم تنفذ. انت لسه في ما زلت في مرحله الايه الشغل التنفيذي لحد ما اللي هو مش بالاستراتيجيات. واخد بالك؟ تمام. يعني احنا مثلا عندنا بعد 20 يوم في فرقه 2005 طالعه الكويت عشان تشارك في مهرجان وبطوله اربع انديه من الكويت والنادي الاهلي، وجايه الحقيقه النادي الاهلي مش هيدفع ولا مليم تذاكر واقامه وكله، وبدل انتقال هيروحوا ويشاركوا. ما بمنعش انا الحاجات دي. جالنا اتنين لعيبه من اليابان مواليد 97 عشان يعملوا معايشه عندنا. شفتهم. استغليت انا الفرصه دي. لعبوا وعملوا لعبوا ماتشات وقعدوا حوالي 20 يوم، وكل واحد يطلع منهم يسافر بندي له تقرير كامل بقى عن الفتره اللي قعدها، عن سلوكياته، عن مستواه، عن انجازاته في ال 20 يوم، عن الكلام ده. الوقت في اتفاقيه لسه ما جاتش مع السفاره اليابانيه ان احنا في تبادل زيارات والحاجات دي، ودي اول نقطه بقول لك عليها. حته المعايشه، خلينا نخرج بره شويه بقى. صح. خلينا نخرج بره حته ان احنا بقى شرق اوروبا برضه يا دكتور. دي اكيد الانديه هناك تقدر في نفس الاوقات، هي انديه الى حد ما عندها الجزء الكره الاوروبيه، وفي نفس الوقت لما بيجوا حته ان انت تتفق معاهم بيبقى اسهل كتير من انديه ممكن تكون بالظبط كده. صحيح. هو عمليه المعايشه لما انت بتروح مثلا وانت عندك 14 سنه بتروح 3 4 سنين، اول ما توصل 18 سنه يبقوا عارفوك كويس قوي. طبعا. يقول لك انا عايز اللعيب ده. صحيح. تعالى، في تعاقدات، في مجلس اداره، في لجنه تعاقدات، يجي يتعاقد معاه. اذا احنا عايزين نحول العمليه للجزء اللي ما بيختارش الفريق الاول، العمليه الاستثماريه. انا نفسي اي مليم بيتحط في قطاع الناشئين يتعوض ويجي اضعاف اضعافه. صحيح. يبقى احنا بندخل للنادي دخل. صحيح. دي هتعوز مننا فتره، سنتين ثلاثة على مزبوط. الأقل. ما هو الاستراتيجيات دي بتبقى طويلة الأمد. ده لازم. صحيح. حتة برضه البطولات. نفس اللعيبة اللي هي بتاعت السنة اللي فاتت، ولكن في نظام ومش عارف إيه وحاجات زي، لكن أنا عايز دعم. هبدأ أدعم من السنة الجاية. بعد التدعيم نبص بقى لعملية البطولات. أنا ليه بقى دكتور سعيد بالمقابلة مع حضرتك في التوقيت ده؟ أنا ما كانش ينفع أقابلك غير بقى يعني مش أول ما تتولى المسؤولية، لا أنا كان لازم يعدي وقت عشان انا عملت وقت ونقدر نتكلم. خلينا بس نطلع لتقرير عن استراحه النادي والشكل اللي فيها، ونرجع نكمل حضرتك كلامنا طبعا عن قطاع الناشئين. نروح للتقرير ونرجع نكمل مع دكتور عمر. بصراحه حصل بعد الدكتور عمرو ابو المجد نجاح، حصل تطوير كبير جدا في الاستراحه، وخصوصا التزام اللاعبين ومواعيد النوم ومواعيد الصحيان ومواعيد التغذيه، وعندنا مجموعه برضه من الاخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين لاي مشاكل وفي تواصل بيننا وبين الدكتور عمرو والمساعدين، والحمد لله اللعيبه بتنفذ التعليمات وملتزمين، وفي حوار بيننا وبينهم، وفي يعني هنا
ده بيت لعيب، يعتبر بيت اللعيبه يعني، امتداد للاسره. كانت الاستراحه بصراحه كانت 70 80 لعيب موجود، ما كانش صعب السيطره عليهم، انما الدكتور عمرو ابو المجد حجم الموضوع ده وخلى الاستراحه النهارده ما تزيدش 40 42 43. مش اي لعيب، الدكتور عمرو خد قرار ما فيش اي لعيب مش بيشترك اساسي، ولاعيب ملتزم ولاعيب محترم وعلى مستوى النادي الاهلي وعنده انتماء للنادي الاهلي ما يقعدش في الاستراحه. لازم اللعيب يشارك ويبقى لعيب اساسي ويبشر ان هو احتمالات صعوده للدرجه الاولى بنسبه كبيره جدا. النوم الساعه 10 10 ونص بالظبط يكون اللعيب نايم، ويصحى الصبح الفطار برضو في تحسن جامد جدا في التغذيه، يعني التغذيه بتيجي للعيبه الساعه 10، والغدا حسب تدريب اللعيبه حسب التمرين. لو لعيب عنده تمرين الساعه مثلا الساعه 3، الغدا بيجي له الساعه 1 او 3 ونص بيجي له الساعه 1، لعيب عنده تمرين الساعه 4 ونص بيجي له الاكل الساعه 5. ففي بالظبط التزام جدا جدا، ولازم كل لعيب يقوم ياكل. واحنا الطالب اللي بيجي النادي الاهلي وبيمضي وفي مدرسه بندخله مدارس هنا وبنجيب له مدرسين، والتزام جامد بالنسبه للدراسه. الدكتور عمرو يعني بالنسبه للدراسه والمذاكره ماشيه جنب جنب مع الكوره. اللعيبه بذاك في اماكن للمذاكره وبنجيب لهم مدرسين خصوصيين يعني في المواد، وخصوصا طلبه الثانويه العامه. انا ليا الشرف ان انا كنت اشرفت على يعني اقامه كتير من اللعيبه، حسام غالي، عماد متعب، اسامه حسني، عمرو جمال، اسلام محارب، يعني تريزيجيه، رمضان صبحي، يعني ولاعيبه كتير قوي. لو انت بصيت في كل الانديه الموجوده في مصر، الاستراحه دي خرجت اكتر من 60 70 لعيبه، لعيب بيلعب في انديه الدوري الممتاز. يعني زي ما احنا شايفين كده، دي استراحه النادي. اكيد نادي كبير زي النادي الاهلي بيبقى بيهتم بناشئينه وبيهتم بكل تفاصيلها، خصوصا بقى ان انت عندك حاجه اسمها قيم ومبادئ واخلاق، ازاي بتربيهم وتعلمهم على مبادئ واخلاق النادي الاهلي. دكتور عمرو، اكيد دي واجهتك المشكله دي اكيد في وقت من الاوقات، انك زي ما انت بتقول كان حته الروح لحد ما مش موجوده. أيوة. ولكن برضو ان انا بعلمهم حاجات معينه ممكن ما يكونوش بيتعلموها بره، سواء بقى في مدرسه او كده. بيت، دي حاجه مهمه برضو. بالظبط كده. انت فاكر زمان كنا بنجيب لعيبه من الارياف، مظبوط، ففوجئت وهم قاعدين بياكلوا مع زمايلهم ما بياكلوش، اقول له ما بتاكلش، يقول لي اصل لسه واكل. فجبت واحد منهم سالته بيني وبينه ما بتاكلش، قال لي اقول لك انا ما اعرفش اكل بالشوكه والسكينه، طب مخرج اكل فاحسن ما اكلش. فبقيت انا بنفسي اخده في لوحده اعلمه لحد ما يتعلم، والتاني والتالت اللي هو بعد كده خد الثقه. واخد بالك؟ هو يمكن يقول لك اللي اذا كان واثق فيك انت، صحيح، فانت كمان بتساعده. صحيح. فابتدت سنه سنه سنه، يعني هي مش كل حاجه الكوره، ممكن تلاقي بدليل ان لما بتلاقي لعيب ما عندوش الثقافه دي وسافر بره، رجع ما رجعش عشان الكوره، ده راجع عشان قلة الثقافة. صحيح. مش عارف يتعامل مع الموقف الجديد، مش عارف يتعامل مع اللعيبة، مش عارف يتعامل مع الصحافة، مش عارف يتعامل مع الأكل، مع الكلام. فلازم احنا بنعلمهم هذا الكلام من هذا السن الصغير، عشان لما يطلع يحترف يبقى عنده كل صحيح. الامكانيات صحيح. اللي تقدر تقوم. اكمل مع حضرتك القطاع نفسه، انت حضرتك جزئيه الكومبيتيشن بقى او المنافسه يا دكتور، ودي دايما النادي الاهلي موجود فيه عشان رقم واحد. حته الوجود بقى الفرق في الجزئيه دي، لان السنه فاتت لحد ما كان في بعض الامور ما كانتش عاجبه بعض الناس او عاجبانا احنا كمحبين النادي الاهلي، وبنبص للقطاع الناشئين اكنه زي الفريق الاول بالظبط. طبعا انت عشان توصل للنادي الاهلي زمان ايام ما كنا ماسكين، يعني اتذكر ان سنه 2000 2001 لعبنا 9 بطولات في السنتين، كسبنا التسعه ما خسرناش ولا بطوله سنتين ورا بعض. عشان ارجع للمستوى ده والروح ديت، انا لازم نمره واحد المنظومه اللي احنا عاملينها دي تاخد وقتها على الاقل سنه الى اتنين. عمليه دعم الفرق اللي ما حصلش خالص في السنين اللي فاتت الا نادرا، حتى عمليه الدعم اللي حصلت احنا فوجئنا ببعض اللاعبين مدفوع فيهم مبالغ او حاجه زي كده غير مؤهلين، ومنهم مشيناهم. اذا الدعم مش في مكانه.
فاحنا دلوقتي لازم السنه دي والسنه الجايه نعمل عمليه الدعم، مع الدعم مع المنظومه ديت مع التدريب مع اختيار مدربين بقى السنه الجايه، يعني اعتقد ان ممكن ناخد فرصه اكتر في اختيار بقى الجهاز، لان احنا السنه دي غيرنا جزء، لكن المفروض ناخد حريه كامله في الاختيار الناس بقى اللي هتقوم بالتنفيذ عشان النتائج اللي احنا عايزينها. انت عايز نتائج خلاص تبقى منظومه احترافيه. احترافيه يعني ايه؟ يعني كل واحد مناسب في مكانه المناسب. احنا بنشوف اللمسيه يا دكتور في برشلونه عامله ازاي، بتطلع ايه بقى؟ لازم انت عايز تبقى كده يبقى لازم نجيب. نمره اتنين لازم النظر في رواتب بقى المدربين والميزانيات والحاجات دي، لان في مدربين كويسين تيجي تقول له يقول لك اه اجي، لما يجي يعرف الراتب ما يجيش. فلازم برضو نضحي شويه بالحته دي، لان الحته دي اساسيه. انا بعتبر المدرب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي ده هو اهم اهم من اللعيب. صدقني صحيح. هو اللي هيجيب لك اللعيب، هو اللي هيدرب اللعيب، هو اللي هيوصله. صحيح بالظبط كده. ولو جمعت كل ميزانيه النادي الاهلي في سنه بكل اللي بنقوله ده ممكن يغطيها لعيب واحد محترف من بره جاي بمبلغ كبير. اذا العمليه مش سهله. صحيح. وفي خلال اربع خمس سنين ممكن يبقى عندك لعيبه توفر لك الملايين اللي بتدفعها، لعيبه تتباع، استثمار موجود، فرق بتكسب، منظومه كامله جدا للقطاع تقدر تحقق لك كل الاهداف اللي انت عايزها. دكتور خليني اكلمك بمنتهى الصراحه، يعني اختبارات النادي الاهلي، يعني بعض الناس تقول لك لا في مجاملات داخل الاختبارات وان المدربين ما بيبصوش كويس وما يشوفوش كويس، الوضع السنه دي كان عامل ازاي؟ بص يا سيدي، هو السنه دي يمكن مختلف عن السنين اللي فاتت، احنا عملنا 9 لجان كل لجنه فيها لا يقل عن 4 إلى 5 من العيون اللي بتشوف. كويس. ابتدينا نقسم الناس اللي جايه، احنا اختبرنا السنه دي 32,000 واحد في حوالي 15 يوم. يمكن الناس بتقول لك الرقم كبير، لا هو الرقم كبير، لكن احنا برضو عندنا 9 لجان وبنبدا من 7 الصبح. 7 الصبح بنبقى في الملعب، اول مجموعات بتشترك، بحيث احنا اللعيب اللي بنصل في الاول بنسبه 50% بناخده. 50% بناخده، يعني ممكن انت بتتفرج كده بعد 3 دقائق تعرف ده وده وده وده، خلاص. حتى لو اديت ربع ساعه هم الـ3 خلاص بتاخدهم بتجيبهم مره ثانيه. بعد كده في المره الثانيه بتعمل الاختبارات اللي بتاخد النسبة مثلا 70%. بعد كده بتاخد نسبة 80 وهكذا إلى أن يصل العدد ليه في النهاية إلى مثلا 10 12. بتاخد دول يعملوا معايشة مع اللعيبة اللي عندك. تمام. ما هو مش شرط إن أنت تشوفه كويس قوي إن ده يبقى كويس. صحيح. عشان كده ولي الأمر يقول لك إيه؟ ده أنا ابني جاب 3 أجوال النهاردة. ده أنا ابني يا عم دول بيكلموا بعض. ده بيجامل مش عارف إيه، وهكلمك على حتة المجاملة دي. في النهايه بتيجي المدرب بيعايش ال 12 لعيب مع الفرقه بتاعته، لو طلع 2 3. صحيح. وده الافرج المعقول يا دكتور في اي نادي على فكره. بالظبط كده. وهقول لك السن الكبير. صحيح. صعب يدخل. مزبوط. السن الصغير سهل يدخل. ممكن. صح. واخد بالك؟ صحيح. فدي انا ما بعتمدش على دي كمان في عمليه الدعم. لان ده دعم مش وهمي، يعني نسبته قليله في النجاح. الدعم الاساسي اللي انت تلعب ماتشات وتشوف لعيب قدامك عالي جدا ومستواه مميز وانت ناقصه في ناقصك في الحته دي. طيب خلينا نروح بقى لتقرير المدربين يا دكتور ونرجع. طيب. بس نعلق عليه لان وقتنا بينتهي بسرعه مع حضرتك، فهروح تقرير المدربين وارجع اكمل مع دكتور عمرو ابو المجد في الاستوديو. والله يمكن احنا امبارح كان عندنا تمرين وكنا قعدنا مع الاولاد وشبه احتفلنا بالمباراه، ويمكن اتكلمنا في الجزئيه دي ان الاولاد السمه الموجوده عندنا في النادي الاهلي بنكسب في اي وقت، ويمكن زي ما حضرتك بتشوف ماتشات كتير جدا بنكسب في الدقيقه 90 وفي الوقت ده بنكسب، ويمكن الرجوع بالنسبه لنا الحمد لله في الماتش اللي فات كان كويس. طبعا الشوط الثاني فرق معانا كتير جدا. العنصر البدني الحمد لله، يمكن طبعا بشكر الجهاز الفني لان فرق معانا عنصر بدني كتير جدا مع فريق النادي الاهلي.
ويمكن دي مؤشر كويس جدا للمباراه الجايه القادمه بتاعت النجم الساحلي. ان شاء الله تبقى مباراه كويسه ونكسب نرجع ان شاء الله كسبانين باذن الله. والله الحمد لله السنه دي الامور افضل كتير من السنه اللي فاتت. الملاعب زي ما انت شايف على اعلى مستوى الحمد لله. القطاع مش مخلي الناس محتاجين حاجه، الناس كلها ماشيه بشكل كويس في حدود الامكانيات اللي موجوده. احنا طبعا بنطلب لسه من الدكتور عمر والمجد في حاجات كتير ان شاء الله الفتره اللي جايه هتتعمل، هتبقى في صالح اللعيبه وصالح الفرقه. كل الحاجات دي بتصب في مصلحه اللعيبه وبتهيئ لهم الجو المناسب ان هم يأدوا بشكل افضل. ويا رب ان شاء الله يكون الحاجات دي ان شاء الله اللي انا اتفقت مع الدكتور عمر عليها تمشي بشكل كويس الفتره اللي جايه، واولادنا ان شاء الله يأدوا اللي عليهم ونعمل موسم جيد ان شاء الله. يمكن الحمد لله مجلس الاداره موفر لنا ودكتور عمر والمجد موفر لنا حاجات كتير اللي هي تساعدنا على النجاح. وكعادة قطاع الناشئين يمكن انت عارف قطاع الناشئين يمكن اقوى قطاع ناشئين مش في مصر بس، في افريقيا ومش هقول في العالم طبعا، دي حاجه معروفه. قطاع ناشئين في الدوري المصري كله قطاع ناشئين الاهلي الفريق الاول بتاعنا 70% نادي الاهلي. الحمد لله الحمد لله يا رب. نتمنى ان البطولات ما تخرجش في الالعاب كلها في قطاع ناشئين كله الفريق الاول والالعاب كلها ما تخرجش على النادي الاهلي. يمكن كنت بكلم ولادي الصغيرين في المباراه بتوع النادي الاهلي، عملت محاضره ثاني يوم بعد المباراه على طول، قلت لهم يا اولاد يعني دي حاجه مهمه جدا انك تزرع في لعيبه النادي الاهلي البراعم والناشئين روح الفانيله الحمراء وعدم الاستسلام وعدم الياس، بحيث ان انت تعود الاجيال دي ان النادي الاهلي ده حاجه كبيره لا يعرف حاجه اسمها تعادل ولا يعرف حاجه اسمها خساره، وربنا يكملها على خير ان شاء الله باذن الله. يعني ده كان تقرير مع المدربين كابتن احمد سراج، تامر حفني، احمد مدحت طه، احمد سراج، واحمد سمير طبعا. يعني كلهم حبايبنا كلهم مدربين اكفاء. دكتور يمكن بتشوف بقى المستقبل القادم بالنسبه لقطاع ناشئين. والله بص انا واخد العمليه من زاويتين، زاويه لعيبه وزاويه مدربين واداريين. ابتدوا المدربين اللي بيتكلموا دول ياخدوا خبرات، ابتدى حتى كل واحد بيعدل من سلوكه. يعني على سبيل المثال احمد سراج كان عصبي وينرفز وفي الماتش العصبيه دي تخليه مش شايف حاجه. ابتدينا نتكلم معاه في الحته دي ونقف جنبه، وفي ماتشاته يلاقيني جنبه. فايه ابتدى خلص كويس. مدرب كويس. خلص من 50 60% بقى. ما زال لسه 40% مش هسيبه لما يخلص منها. مدربين تانيين مثلا العين بتاعتهم فيها نقص في حته معينه في الماتشات نقعد جنبيهم انا وكابتن خالد جدالله. وكابتن خالد جدالله عامل مجهود في الحته دي كويس جدا. الحته الفنيه تعالى السرد باك ده كذا، طب ما تلحين ده مكان ده، طب ما تحاول تخلي ده، طب الولد ده ما تخليه يلعب من اليمين. عارف انت ايدينا في العمليه زي ما نكون احنا مدربين، ونتيجه للحب اللي بيننا في تقبل بقى بالمدربين. يعني مش يجي مدرب يقول لك هو عامل لي فيها ايه ولا جاي يعمل، لا 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 لا، احنا بنقولها له من غير منظره. حتى في الماتشات بنبقى حريصين جدا ان احنا ما نقولوش قدام الاولاد ده ممكن في التايم بينه وبينه كده زي اللي بقول له حاجه اروح مديله الحته دي. طبعا يجي الكابتن خالد جد الله يقول له الحته دي. جميل. هو بقى ياخدها هو اللي يطلعها، واحنا بعد كده لو جت مناسبه نقول له برافو عليك الحته دي اللي انت عملتها كذا كذا. يعني في حب وود ومفيش منظره ومفيش الحاجه. التوفيق يا دكتور. يعني يا رب ان شاء الله احنا محتاجين قطاع بتاعنا يبقى احسن كله للنادي الاهلي وحده التفريغ. وفي نفس الوقت لو مفيش جزء كبير من اللاعبين يبقوا موجودين في الفريق اول نقدر نستفاد منهم بشكل كبير. بالظبط بالظبط هو ده الهدف من القطاع. طيب راي حضرتك في المباراه القادمه بالنسبه للاهلي والنجم الساحلي بقى. بص حضرتك هو النادي الاهلي في الماتش اللي فات اساسا الروح هي اللي كسبته. لان مع الروح زي ما بقول بتخرج كل حاجه. انت عايز تعمل جمله خططيه، عايز تضغط في التلت اللي قدام زي ما حصل، صدقني الحاجات دي عنيفه جدا، والحاجات دي لا يمكن تيجي الا اذا كان عندك الروح والعزيمه والاصرار. صحيح. في جزء بدني وفي جزء ذهني ونفسي. لما ما عندكش روح بتفقد الجزء الذهني والنفسي، يبقى انت الجزء البدني. الجزء البدني لا يمكن يخليك تكمل ماتش. اما الجزء الذهني والنفسي خليك تكمل. معلش يا دكتور لان وقتي بينتهي. توقعات حضرتك في المباراه بقى، يعني النتيجه اللي جايه؟ طبعا انا متوقع لو النادي الاهلي مشي على نفس المنوال
مش هيكسب الماتش الجاي، هيكسب كل الماتشات اللي جاي ان شاء الله، هيكسب افريقيا، هيكسب الدوري يا رب. بس تبقى بنفس الروح ونفس العزيمه. شكرا يا دكتور وجودك معانا يعني. شكرا طبعا جزيلة. سعيد دايما بسماعك، كنت احب الوقت يبقى اطول من كده لان حضرتك يعني خبرات كبيره جدا. الله يبارك فيك، المفروض تبقى موجود تدينا كل معلومات حضرتك لان طبعا مهم. شكرا يا دكتور عمرو ابو المجد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، كل التوفيق لقطاع الناشئين والنادي الاهلي ان شاء الله في المباراه القادمه. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معاكم برنامج ملك وكتابه، المهندس عبد القيه وايضا استاذ ابراهيم منيس، استمتعوا بيهم، ما تروحوش لبعيد.